أصدقائي، كيف حالكم؟ من الرسام الذي تعلمنا عنه في المحاضرة السابقة؟ نعم، كان بابلو بيكاسو. واليوم سنتعلم عن رسام جديد، وهو رسام يدعى ماتيس. كان يستخدم ألواناً قوية رائعة كثيراً. يا أصدقائي، ركزوا على الألوان عندما تنظرون إلى اللوحات. إذن هل ندخل إلى لوحة ماتيس الآن مباشرة؟ هذه اللوحة تعبر عن منظر داخلي للبيت. ما هي الخصائص التي تلاحظونها من هذه اللوحة؟ وما هي خصائصها التي ترونها بشكل عام؟ انظر إلى الخلفية والبساط المفروش على الأرض، كلها فيها نقوش، أليس كذلك؟ تعريف النقش هو تكرار الشكل نفسه بانتظام هكذا. هذه اللوحة تعبر عن الطاولة والمائدة والكرسي. كيف هذه اللوحة؟ نعم، نقشها مرسوم بشكل رائع. يا أصدقائي، أنتم أيضاً عندما تجدون نقشاً ما وأنتم تنظرون إلى ما حولكم، عبروا عنه بالرسم. هذا أيضاً منظر داخلي لغرفة. واه، يبدو مختلفاً عن منظر الغرفة التي رأيناها قبل قليل في منطقة ما. ما هو الاختلاف؟ نعم، بعض الأجزاء من الأشياء ملونة، والبعض الآخر ألوانها مثل ألوان الخلفية ومرسومة بالخطوط فقط. هذه اللوحة تعبر عن المنظر خارج البيت من الباب. هذا الرسم ممتع من ناحية أنه ليس فقط منظر خارجي مرسوم، بل هو مرسوم برؤية من الداخل إلى الخارج، وألوانه قوية جدا، أليس كذلك؟ أيضاً منظر خارجي من النافذة من الداخل إلى الخارج. قد يكون الوقت مساء، حيث أن لونه أزرق غامق. إنه جميل جداً بشكل عام، ربما لأنه هناك بعض الأجزاء تم رسمها بشكل فاتح. قد تعبر هذه اللوحة عن أنوار تنير في الليل المظلم، ونحن أيضاً سنرسم منظراً لخارج البيت من النافذة. إذن لننطلق. هذه المرة سنطوي الورقة نصفين. إذا انتهيتم من طوي الورقة، سنجعل من هذا الطرف نافذة وسنرسم منظراً داخل إطارها. إن كان لديكم مسطرة يمكنكم استخدامها، وإن لم يكن لديكم يمكنكم الرسم دونها. نقسم هذا الجزء نصفين. بعد أن نقسمه نصفين، ارسموا خطاً بسمك 1 سنتيمتر ليعبر عن عمق إطار النافذة. يمكنكم رسمه أسمك من هذا أو أقل سمكاً. الجزء العلوي أيضاً لنقسمه نصفين بالرسم بالطريقة نفسها. هكذا بالمسطرة كما حددنا.
إذا لاحظنا أن هناك انحراف في الخطوط يمكننا مسحها ورسمها مرة أخرى. وبعد ذلك نرسم هذا الجزء أيضاً بالطريقة نفسها. نحدد مكان المنتصف وبعد أن نخطط بشكل تقريبي المكان الذي سنرسم فيه هكذا نرسم مباشرة مع وضع المسطرة. نرسم إطار النافذة هنا أيضا. إذا انتهيتم من تحديد مكانه هكذا امسحوا بالممحى بشكل نظيف. هكذا اكتمل إطار النافذة. إذن هذه المرة سنستخدم مشرطة. بالنسبة للأصدقاء الصغار عليكم قصه بمساعدة الكبار. سنقص هذه الأجزاء ولكن إذا قصصناها وهي مطوية هكذا مثل قبل قليل سيتم قصها إلى هذا الحد، أليس كذلك؟ لذلك يجب أن تقصوها مفتوحة هكذا وتحت شيء صلب.
وبهذا انتهينا من قص هذا المشرط، والآن ليكن منظراً يبدو من هذا الطرف عند فتح النافذة. والآن ليكن منظراً يبدو من هذا الطرف عند فتح النافذة. يمكنكم تحديد الاتجاه كما تريدون، والآن يمكنكم رسم أي منظر تحبونه هنا. من الجيد أن ترسموا وأنتم تشاهدون منظراً صورتموه، أو من الجيد رسم منظر تراه أعينكم وأنتم في الخارج وقتاً قصيراً. أو سأريكم صورة منظر ما، ومن الجيد رسمه وأنتم تشاهدونه أيضاً. ارسموا بحرية وأكملوا حتى التلوين. أوقفوا شاشة الفيديو مؤقتاً وأرسموا أي منظر تحبونه بحرية. أنا قد أكملته هكذا. قد لونت النافذة باللون السماوي وداخلها رسمت منظراً فيه شجرة كبيرة. ما هي المناظر التي رسمتموها يا أصدقائي؟ كيف كانت محاضرة اليوم يا أعزائي؟ ارسموا مناظر مما حولكم بنفسكم بعد تصويرها، وارسموا عندما تجدون زينة رائعة بينما تنظرون إلى ما حولكم. نعم يا أصدقائي، كنت مسرورة جدا بأن أقضي وقتي معكم اليوم أيضا. هنا نتقابل في المحاضرة القادمة أيضاً. إلى اللقاء!